باشمهندس، ايوه هو بس هسأل على الأسايمنتات اللي فاتوا، حلو هو دول عشان سلمت لحضرتك على الواتساب ماشي ماشي برايفت. خلاص، دول خلاص بتاع النهارده كان على المدن، ماشي ومن خلاص المره الجايه وعلى طول ان شاء الله هيبقى على المدن. باشمهندس، حضرتك كنت بتنده على اسمي، ايوه فكنت فاتح الكاميرا. انا اللي كلمت حضرتك على الواتساب، اه فكنت انا فاتح الكاميرا حتى ظاهره في الصوره جنب اسم حضرتك، بس كان غالبا عندي مشكله في الصوت. يعني انا فاكر تمام ان انا برد على حضرتك، و اه انا مش عارف حضرتك بقى خدت اسمي ان انا غياب ولا مش غياب. اخذته عشان اخذته طيب تمام، انا بعت لحضرتك يعني السكرين. وانا نفس المشكلة برضه يا باشمهندس. انت مين؟ انت الشيخ احمد؟ اه شريف، الشيخ احمد انا فضل اشمعنى؟ طيب شغال دلوقتي ليه؟ هو اللي شغال ده؟ النت دلوقتي شغال وانت بتكلمني ليه دلوقتي؟ ازاي يعني؟ هو اللي النت يعني شغال عادي؟ اه طب هي دي حضرتك مش بإيدي والله. اه اشمعنى ازاي بقى؟ مش عارف. يمكن الكاميرا بتستهلك أكتر، فممكن النت اه بيبطأ. أنا حتى طلعت من الميتنج أكتر من مرة. ماشي، هنقول بقى للدكتور ساعتها الموضوع ده بقى، هو ايه يحلله مع نفسه. خلاص ماشي. ماشي طيب. آه دلوقتي انتوا خدتوا الفيس دايجرام مع الدكتور، النهارده هناخد عليه لا، ابلكيشن. ما خدناش فيزا، ايه؟ خدنا الكلاسيفيكيشن بتاع السويد اللي ما قشتو. هو ده بعد الفيس دايجرام، انتوا قبليها خدتوا الفيس دايجرام. اه ماشي باشمهندس، ايوه، هو الكويز ده عليه كام درجة؟ 3 درجات. تلات درجات. اه تمام ماشي، ماشي، انا ببعت لكم الاساينمنت بتاع المره الجايه، هنحله النهارده. يعني اكيد مش هحله كله لان يعني هو كبير، هحل مع بعضه معاكم. انا بعت دلوقتي الشيت. باشمهندس، ايوه انا في مشكلة عندي في الامتحان اتعمل عندي سميت 3 أسئلة بس. تعرفت منين؟ إيه؟ دخلت على الامتحان بعديها لقيت ان معمول عندي سميت 3 أسئلة. طب خلاص احنا هنبلغ الدكتور. باشمهندس، هو كوز عليه كام درجة؟ 3. طب ماشي يا باشمهندس، انا برضه انا حليت كله، يعني انا حليت كله، وبعد كده انا زي ما قلت لحضرتك جالي في نص الوقت علامة حمراء كده فوق بتقول لي ان النت مش شغال، مع ان الزوم كان شغال. ايوه طيب انا اعمل ايه؟ طيب هنبلغ الدكتور. طيب ما قلت لك هنبلغ الدكتور، اعمل ايه؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ هنبلغه، هو اللي هيتصرف. ما بقولكش تعمل حاجة يا باشمهندس، بس بقول لو ينفع نعيد الامتحان بس في جوجل فورم مش أكتر يعني. لا هو، ما انا بقول لك بقى ان هو الدكتور يشوف. ما انا طيب هبلغه، أوكي هبلغه وهو الدكتور هيشوف مش انا. ماشي ماشي، طب باشمهندس، ممكن اعرف بس كان في كويزز تانية السيرنس هيكون عليه كام درجة؟ عشان هو التقسيم كده اتغيرت. انا مش هو الدكتور كان مبلغكم عن الخطة كلها من اول الترم. الأسبوع الثالث والأسبوع الخامس، اه دلوقتي احنا امتحاننا بتاع الأسبوع الثالث في الأسبوع الخامس. اه
هنشوف بقى يعني فهل ده برضه، معناه ان الثلاث درجات دول بس هم اللي عليهم كويز، ولا الكويز هيكون عليه اكتر، ولا هيكون في كويز تاني؟ هشوف برضه معايا لسه مش عارف، هشوف مع الدكتور تمام. والله. تمام. طيب دلوقتي هنكمل الايه، مش هنكمل، هنبتدي في يا الفيس دكتور دايجرام. ممكن تدخل الناس اللي في الويتنج بس؟ ماشي. طيب يا جماعة، أنا دلوقتي كنت بعت لكم دلوقتي على الجروب الشيت اللي احنا هنشتغل منه دلوقتي. تمام. هو ده الشيت، الشيت ده عن الفيس دياجرام. الفيس دياجرام انتوا خدتوه مع الدكتور، اول 3 أسئلة دول بروف، المفروض انت هتعمل بروف لده، ده من ضمن الاساينمنت. تمام. هتعمل بروف للقانون ده وده وده وده. تمام. وبعدين من اول هنا هنبتدي نخش على المسائل، هنحل عشوائي، هما 19 سؤال هناخد فيهم بس في اسئله واحد ويتنج، ايه. في واحد ويتنج. طيب مهندس، هو البروف ده موجود في الليكتشر؟ لا، هتبتدي انت تثبته من نفسك، يا اما تدور بقى في كتب، تفضل بقى تاخد القوانين البيزكس بتاعت الفيس دياجرام وتحاول تثبته. تمام. هو مفيش حد في الويتنج. طيب هنبتدي ناخد كده اول سؤال، نشوف بيقول ايه. بيقول the moist unit weight، تمام، the unit weight the moist sorry the moist weight of 2.83 of 10 power negative 3 meter cube of soil is 55.5 10 times 10 power negative 3 كيلونيوتن. يبقى وزن العينة بتاعة السويل، ده السؤال رقم 4. وزن moist يعني الويت توتال بتاع عينة السويل 55.5 times 10 power negative 3 كيلو نيوتن. وهو هنا بيقول لي ان الفوليوم بتاع السويل دي، يبقى الفوليوم توتال بكذا متر كيوب، يبقى الفوليوم توتال بيساوي 2.83 times 10 power negative 3 متر كيوب. تمام. مدينا ايه تاني؟ مدينا the moisture content يعني الووتر كونتنت بيساوي 14%. مدينا تاني السبيسيفيك جرافيتي، السبيسيفيك جرافيتي بتاعت السويل دي، بتاعت السويل سوليدز 2.71. بيقول لنا اول سؤال حدد المويستر يونت ويت يعني الجاما مويست او الجاما توتال بميتها، ده اول سؤال عايزنا نحدد الجاما توتال. تمام. طيب ازاي هحدد الجاما توتال دلوقتي؟ احنا كان في قوانين بيزكس. ايه القوانين البيزكس اللي احنا كلنا عارفينها؟ القوانين البيزكس ان احنا عندنا الجاما اللي هي ايه؟ اللي هي اليونت ويت. تمام. اليونت ويت ده اللي هو ايه؟ اللي بيساوي الويت على الفوليوم. الكثافه بتاعت اي حاجه هي الوزن على الحجم بتاعها. تمام. طيب ده اول قانون. يعني ايه جاما ساتوريتد؟
تمام. يعني ايه جاما ساتوريتد؟ لو فاكرين شكل الفيز دايجرام ده كان الشكل بتاعه، تمام، كان عباره عن سوليدز، والمفروض الجزء ده عباره عن ايه؟ هو جزء الفويدز، تمام. طيب لو الفويدز دي كلها اتملت ميه، تمام، يبقى الجاما دي اسمها ايه؟ اسمها جاما ساتوريتد، تمام. يعني ايه جاما ساتوريتد؟ معناها ويت توتال زائد الويت توتال على الفوليوم توتال، تمام. طيب الويت توتال ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن وزن السوليدز زائد وزن الميه على الفوليوم توتال. سليم يا جماعه الكلام ده؟ ده الجاما ساتوريتد. عندنا الجاما دراي. الجاما دراي معناها ايه؟ الجاما دراي معناها ان لو دي فويدز يبقى ده كله ايه؟ اير. فمعنى كده ان الجاما دراي هتساوي، برضو احنا لو خدنا القانون الويت توتال على الفوليوم توتال، هي الجاما ويت توتال ويت على فوليوم، بس ساعات هنا الويت هيبقى ويت ايه بس؟ ويت السوليدز بس، لان الاير ملوش ويت، يبقى ويت اوف سوليدز على ايه بقى؟ على برضو الفوليوم توتال، اللي هو ايه الفوليوم توتال؟ هو الفوليوم بتاع السوليدز زائد الفوليوم بتاع الفويدز او الفوليوم بتاع الاير. سليم يا جماعه الكلام ده؟ دي مفاهيم بنتفق عليها من الاول عشان يبقى الموضوع واضح. عندنا بعد كده دايما هتلاقي ال 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 الشيت بيسالك عن حاجه اسمها ايه؟ الفويد ريشيو. احنا بندي مراجعه كده بسيطه على المحاضره بتاعت الدكتور. الفويد ريشيو اللي هي ايه؟ اللي هي الاي، اللي هي بتساوي البي فويد على البي سوليدز، هي نسبه الفراغ على نسبه على حجم السوليدز، تمام. طيب عندنا حاجه كمان اسمها ايه؟ اسمها بروستي. البروستي دي اللي هي ايه؟ المساميه. المساميه دي اللي هي بتساوي ايه؟ اللي هي رمزها ان، وبتساوي الايه؟ بتساوي الفي فويد على الفي توتال، تمام. ده الفرق ما بين ال الفويد ريشيو وما بين المساميه، تمام. عندنا بعد كده حاجه اسمها ايه؟ الاس ار، اللي هي الديجري اوف ساتوريشن، اللي هي درجة التشبع بتاع العنصر. يعني ايه درجة التشبع؟ يعني ايه درجة التشبع؟ يعني انا دلوقتي دي الفويدز اهي، الفويدز دي لو اتملت جزء منها مية، يبقى هقول درجة التشبع دي هي حجم المية على حجم الفراغ، يبقى degree of saturation دي هتساوي ال volume of water على ال volume of ايه؟ of voids. سليم يا جماعة الكلام ده؟ طيب دي القوانين في صورها الأولية، دي القوانين في صورها الأولية. أنا لو جيت جربت أحل أي مسألة من اللي إحنا عندنا دي بالقوانين الأولية دي، هلاقي الموضوع صعب شوية وطويل قوي. فبنعمل إيه؟ عملوا، أو يعني مش عملوا، يعني بقى الناس بتيجي تشتغل في الشغل بتاعها، اشتقت قوانين من المعادلات دي، تمام؟ القوانين دي اللي أبرزها اللي هي موجودة فين؟ في الشيت اللي أنا اديتها لكم ده. دي أبرز صور القوانين اللي عندنا ومستخدمة في تجارب بعد كده. إن شاء الله لما تخش كورس السويل هتلاقوا القانون ده قانون مهم جدا، ويستخدم في كذا تجربة من تجارب السويل. القانون ده برضو قانون مهم جدا. القوانين دي يعني اللي هم اربع قوانين دول اللي انا مديه لكم تعملوا الاثبات بتاعهم. القوانين دي اهم قوانين بنستخدمها عشان نحل الشيت، تمام. القوانين دي انتوا ان شاء الله عليكم ان انتوا تثبتوها، تمام، حاجه كده زي بروجكت يعني، هتثبتوها وتدوها لنا فين؟ في الاساينمنت. واللي هيدور يعني هيلاقيها في الكتب، الكتاب بتاعكم المفروض بتستلموه هتلاقيه ايه؟
قايل كلام كتير قوي من الإثباتات دي، تمام؟ فاشتق من الصور الأولية دي للقوانين قوانين مهمة جدا تانية، اللي هي عبارة عن إيه؟ الجاما في أي صورة من صورها، الجاما بتساوي الجي اس زائد اي في اس ار على واحد زائد اي في جاما ووتر، تمام؟ طيب ده القانون العام للجاما، تمام؟ ده القانون الصورة العامة للجاما. بمعنى ان انا لو عايز من القانون ده احسب جاما دراي، لو جاما دراي عايز احسب من القانون ده الجاما دراي، هقول ايه؟ والله الجاما دراي الاس ار بتاعتها بكام؟ الاس ار بتاعت الجاما دراي بزيرو. يبقى اذا ساعتها الجاما دراي هنشتق قانون كمان بقى اللي هو جي اس زائد زيرو على واحد زائد اي مضروب الكلام ده في جاما ووتر، يعني جي اس في جاما ووتر على واحد زائد اي، تمام؟ ده القانون بتاع الجاما دراي. عندنا القانون بتاع الجاما ساتوريتد، ساعتها الاس ار بتساوي كام؟ ساعتها الاس ار هتساوي واحد، فبالتالي الجاما ساتوريتد هتساوي ايه؟ هتساوي جي اس زائد اي على واحد زائد اي في جاما ووتر. طب ما بين البنين، ما بين الاس ار بزيرو يعني هي لا هي زيرو ولا هي واحد، يعني ما بين البنين هستخدم انهي قانون؟ هستخدم القانون ده. سليم يا جماعه الكلام ده؟ في مشكله؟ طيب هنبتدي ناخد اول مساله عندنا اللي هي دي. طلب اول حاجه ادانا الوزن وادانا الحجم وادانا الووتر كونتنت وادانا السبيسيفيك جرافيتي. والله هاجي اجرب ايه؟ اجي اجرب احل اول مساله، تمام؟ اللي هي المويست يونت ويت، اللي هي الجاما، عايز احسب الجاما توتال. باشمهندس محمد. ايوه. هو الدكتور ادانا شويه قوانين وبعدين قال لنا المسائل يا اما يكون في انون زياده فبفرضه، تمام، او بتبقى مباشره، فانا ليه احتاج العلاقات دي كلها اللي هم الثلاثه اللي في البدايه عشان تحل الشيت؟ هيجي لك سؤال من الشيت ده وهنفرض برضه، هيجي لنا حاجات نفرضها. طيب ماشي ماشي. طيب احنا عندنا دلوقتي الجاما توتال دي عايزين نحسبها. والله الجاما توتال احنا قلنا اي جاما في الدنيا، والله هو مديني الويت توتال ومديني الفوليوم توتال، فهقول ايه؟ الويت توتال على الفوليوم توتال، تمام؟ فالويت توتال ده بمنتهى البساطه هاخد الرقم ده احطه هنا واخد الرقم ده احطه هنا، هيطلع لي اجابه بالكيلو نيوتن بير متر كيوب. سليم يا جماعه الكلام ده؟ ده اول مطلوب. تاني مطلوب عندنا هو طلبه اللي هو ايه؟ تاني مطلوب عندنا تاني مطلوب عندنا اللي هو ايه؟ بيقول لي احسب الدراي يونت ويت، يعني عايزني احسب الجاما دراي، تمام؟ الجاما دراي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الويت بتاع ايه؟ الويت بتاع السوليد على الفوليوم، على الفوليوم توتال، تمام؟ طيب والله هنا انا لو عايز احل المساله دي بالقوانين الاوليه هتسوح تسويحه جامده جدا عشان اعرف اجيب مين الجاما دراي. انما انا لو بصيت ان الجاما دراي، لو بصينا ان الجاما دراي، بص الجاما دراي هتلاقي فيه قانون هنا اللي هو ده، نسيت اكتبه لكم هنا. ففي الجاما دراي في صوره ليه، احنا كده اتكلمنا عن الجاما العامه، في بقية الصور
اللي احنا ما اللي ما اللي انا مديها لكم تثبتوها، اللي هو الجاما دراي هتساوي الجاما العادية دي اللي هي الجاما بالك او الجاما توتال على واحد زائد الوتر كونتنت. ده قانون مهم جدا وبيستخدم في تجارب كتير جدا في السويل، فاحنا بنمرنكم على استخدام القوانين دي عشان ان شاء الله لما تخشوا السويل، لما حد يجي يسألك ايه الجاما دراي هتجاوب، هتعرف تجاوب. لما يقول لك الجاما دراي بتساوي القانون ده هتعرف ترد عليه، عشان كده بنديكوا اثباته من دلوقتي. يبقى دي الجاما دراي القانون بتاعها بيساوي الجاما توتال على واحد زائد ووتر كونتنت. تمام، عندنا قانون تاني اللي هو ايه طيب قانون هو احنا مفروض ايه المفروض نحفظ الاثبات صح؟ الاثبات. والله انا لسه برضو ما اتفق يعني، لسه ما هسأل الدكتور يعني، مش عارف. احنا عادة عادة الامتحان بيجي فيه اثباتات، ده من قديم الازل يعني. انا بدرس جيولوجي بقالي كتير جدا فوق ال7 سنين، جه مثلا منهم في 5 سنين اثباتات. فالاثباتات بتيجي كتير جدا في الامتحان، فهنتاكد من الدكتور اذا كان هو عايزكم تحفظوا الاثباتات ولا لا. تمام، ماشي اوكي الجاما دراي دكتور. بتساوي الجاما توتال على واحد زائد ووتر كونتنت. تمام، طيب عندنا صوره مهمه جدا مهمه جدا، وهي مفتاح حل مسائل جديد كتير وهتشوفوا معانا، اللي هي ايه؟ اللي هي الاي في الاس ار بتساوي الووتر كونتنت في جي اس. القانون ده مهم جدا 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 ومفتاح اي مساله معصلجه، هتلاقي القانون ده داخل في الموضوع. تمام، عندنا ده القانون. عندنا القانون بقى البسيط جدا اللي هو الان بتساوي الاي على واحد زائد اي. البروستي علاقه مع الفويديشن. تمام، يبقى الان بتساوي الاي على واحد زائد الاي. دي صور القوانين اللي عندنا اللي عاده هنستخدمها في حل المسائل. طيب الجاما دراي بقى لو عايزين نحسبها، الجاما دراي لو حاولنا نستخدم الصوره دي هتلاقي الموضوع معقد جدا. فهنقول ايه؟ ان الجاما دراي بتساوي الجاما توتال على واحد زائد الوتر كونتنت. تمام، طيب الجاما توتال دي اللي هي ايه بقى؟ اللي احنا لسه حاسبينها. تمام، يبقى انت هتلاقي ان الموضوع بقى تعويض مباشر. يبقى الجاما توتال عندنا والووتر كونتنت ب 14%، يبقى انا هقول والله الجاما توتال اللي انا لسه حاسبها على 1 زائد 0.14، لان دي بالبرسنت هعوض هنا من غير البرسنت، يبقى انا هقول 14 على 100 اللي هي 0.14. تمام، يبقى دي ايه؟ حسبنا الجاما دراي. ثالث سؤال بيقول لنا ايه؟ عايز احسب الفويد ريشيو اللي هي الاي. طيب انا هجيب الفويد ريشيو منين؟ والله انا عندي قانون الفويد ريشيو، قانون مهم جدا اللي احنا لسه كاتبينه من شويه، اللي هو ده احنا قلنا الجاما دراي بتساوي جي اس الجاما موتر على واحد زائد اي. تمام، انا معايا جي اس ومعايا الجاما دراي لسه حاسبها. خلاص انا دلوقتي حسبت الجاما دراي، هاجي هنا عشان اجيب الاي اقول والله الجاما دراي اللي انا لسه حاسبها دي بتساوي جي اس وجاما ووتر على واحد زائد اي. عندي الجي اس معلومه والجاما دراي معلومه والجاما ووتر معلومه، ناقص لي مين؟ ناقص لي الاي، هقدر اجيب الاي. تمام، طيب عندنا بعد كده البروستي اللي هي الان. الان دي عشان اجيبها هتساوي ايه؟ هتساوي اي زائد واحد على اي اللي هي احنا لسه حاسبينها. تمام، عندنا بعد البروستي طالب الديجري اوف ساتوريشن اللي هي الاس ار. تمام، احنا عندنا الاس ار بتساوي البي ووتر على البي فويد. لو برضو دخلنا بالقوانين الصور الاوليه دي هيطلع عينينا. فاحنا عندنا قانون اللي هو الاي في الاس ار بتساوي ووتر كونتنت في جي اس. دي اي في اس ار بتساوي ووتر كونتنت في جي اس، والله قانون واضح جدا. عندنا الاي دي كده لان معانا الاي معانا الووتر كونتنت اللي هي ب 14% اللي هي 0.14، الجي اس معانا اللي هي 2.71، يبقى ناقص لي مين؟ الاس ار، هقدر اجيب الاس ار. تمام، عندنا بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ سؤال مهم جدا، بيقول لي الفوليوم اوكيبايد باي ووتر، انا عايز حجم الميه اللي المستحوذه على العينه دي، حجم الميه اجيبه ازاي بقى؟ حجم الميه والله بمنتهى البساطه، انا عندي
عندي ايه؟ عندي عندي الويت توتال، صح؟ طيب مش انا اقدر اجيب الويت اوف سوليدز من هنا؟ دلوقتي انا حسبت الجاما دراي، صح؟ طيب من الجاما دراي اللي عندنا دي اخر مطلوب اللي هو مطلوب اف، تمام؟ عندنا الجاما دراي، تمام؟ الجاما دراي دي حاسبينها ومعانا الفي توتال، معانا مش اقدر اجيب وزن السوليدز، اقدر استنتج منه وزن السوليدز ولا ما اقدرش؟ اقدر، تمام؟ طيب ما دام جبت وزن السوليدز وعندنا الويت التوتال اللي هنا، يبقى انا هاجي اقول الويت توتال ناقص الويت سوليدز يديني مين؟ يديني ويت بتاع الووتر، صح؟ طيب ما دام انا جبت وزن الووتر، ما دام انا جبت وزن الووتر مش هقدر اجيب حجمه. ليه؟ لان انا عارف ان الجاما ووتر، تمام؟ جاما ووتر بتساوي الويت اوف ووتر على الفوليوم اوف ووتر، صح؟ طيب الجاما ووتر بكام؟ والله على حسب اليونتس بتاعت المساله، والله اليونتس بتاعت المساله بالكيلو نيوتن على المتر مكعب او كيلو نيوتن ومتر. يبقى انا الجاما ووتر دي، الجاما ووتر اللي تحت دي هتساوي ايه؟ هتساوي 9.81 كيلو نيوتن على المتر مكعب، هي دي الجاما ووتر، تمام؟ طب انا لو المساله بتاعتي كانت بيونتس غير الكيلو نيوتن، خلاص والله هاجي اقول والله لو بالطن مثلا، يبقى الجاما ووتر دي هتساوي 1 طن على المتر مكعب. لو عندنا بالجرام والسنتي يبقى هتساوي 1 جرام بير سنتيمتر كيوب. لو عندنا باوند وفيت، لو عندنا المسألة باوند وفيت، يبقى الجاما ووتر دي هتساوي كام؟ 64.2 باوند بير فيت كيوب. باشمهندس، نعم، هو كانت في مسألة كان الدكتور حللها كان الجاما ب 1000. ب 1000؟ يبقى ده 1000، يبقى 1000 كيلو جرام على المتر مكعب. كانت الجاما ووتر كانت ب 1000. ما هو 1000 كيلو جرام على المتر مكعب، يعني اللي هي 1 طن على المتر مكعب. تمام سليم، في مشكله الكلام ده يا جماعه؟ يبقى قانون، يبقى مش قانون، يبقى الجاما ووتر دي، الارقام بتاعه الجاما ووتر دي انت المفروض عارفها كويس جدا، تمام؟ يعني من الاخر انت الامتحان محطوط على ان ارقام الجاما ووتر دي انت عارفها ومقتنع بيها وحافظها جواك، ومش يعني مش هيديها لك جيفن في الامتحان، تمام؟ يبقى الجام ووتر معانا اللي هي في المساله بتاعتنا بقى هنقول انها ب 9.81، وعندنا الوزن بتاع الووتر لسه حاسبينه، هقدر استنتج مين؟ الفوليوم اوف ووتر. في مشكله يا جماعه في اول مساله؟ يا باشمهندس ممكن نوريك القوانين كده دي. هو ليه حضرتك يا باشمهندس تحت اللي هي جاما تساوي جي اس زائد اي في اس، ليه حضرتك مقسمها على 2؟ القانون متقسم على ده وده. ليه؟ دلوقتي القانون الام اللي هي الجنرال، قانون الجنرال بتاع الجاما اللي هي اي جاما في الدنيا، سواء بقى تمام. دراي، سواء ساتوريتد، سواء بارشالي ساتوريتد، اي جاما في الدنيا اقدر احسبها بمين؟ بالقانون ده، تمام؟ اللي هو عباره عن ايه القانون ده؟ اللي هو الجي اس زائد اي في اس ار، اي في اس ار دي مع بعض على 1 زائد اي. الكلام ده كله مضروب في جاما ووتر، تمام؟ طب انا قلت لك لو انا عايز من القانون ده استنتج الجاما دراي، الجاما دراي الاس ار بتاعتها بكام؟ بزيرو، يبقى التيرم بتاع الاس ار بزيرو، يبقى هتساوي، يبقى القانون بتاع الجاما دراي هيساوي جي اس في جاما ووتر على 1 زائد اي، اللي هي دي طار، الجزء ده طار، يبقى جي اس في جاما ووتر على 1 زائد اي. هتيجي تقول والله الجاما ساتوريتد الاس ار بتاعتها بكام؟ بواحد. هي مش باينه؟ الاس ار بكام؟ بواحد. يبقى الجاما ساتوريتد هتساوي جي اس زائد اي، وده واحد، يبقى جي اس زائد اي على واحد زائد اي في جاما ووتر، تمام؟ تمام. اي ساتوريشن، اي ديجري اوف ساتوريشن ما بين الاثنين هيستخدم انهي قانون؟ الجنرال. تمام سليم يا جماعه؟ تمام كده سليم.
تمام، دي كده أول مسألة. تعالوا كده نجرب نحل تاني مسألة. جي اس، معلش جي اس دي اللي هي ايه؟ السبيسيفيك جرافيتي. يعني ايه السبيسيفيك جرافيتي؟ تعالى نكتبها هنا. الجي اس، الجي اس اللي هي سبيسيفيك جرافيتي. ايه هي السبيسيفيك جرافيتي؟ اللي هي جاما اس على جاما وتر، اللي هي جاما جاما بتاعت اي ماتيريال في الدنيا، في حالتنا اللي هي جاما سوليدز، او يعني الجاما سوليدز بتاعت البارتيكلز نفسها على الجاما ووتر. يبقى السبيسيفيك جرافيتي دي هي تنسيب اي ماتيريال من غير فراغات. يبقى الجاما دي مش جاما سويل، الجاما دي جاما سوليدز، عشان في ناس كتير بتتلخبط. يبقى جي اس دي هي جاما السوليدز، سوليدز عشان كده كتبت لك بالتقيل، مش سويل، جاما سوليدز على جاما ووتر. تمام. يبقى هي كثافه الماده نفسها، سوليد نفسها بتاع الماده، من غير فراغات، من غير هواء، من غير ميه، من غير اي حاجه، سوليدز بس على جاما ووتر. واضح؟ واضح. تمام. تعالوا كده نجرب نحل المساله اللي بعدها. انا بحل، بديك فكره المساله وانت ان شاء الله هتديهاني في بالارقام فين في الاساينمنت. سليم؟ طيب، عندنا المساله رقم 5. طالب مني ايه في مساله رقم 5؟ بيقول لي المويست يونت ويت اوف سويل، يعني الجاما مويست او الجاما توتال بتاعه السويل دي بتساوي 19.2 كيلو نيوتن بير متر كيوب، ومديني الجي اس بتساوي 2.69، ومديني الووتر كونتنت بتساوي 9.8%. تمام. بيقول لي حدد الفويد ريشيو الاي. تمام. ازاي هحدد الاي؟ والله المساله دي حلوه جدا. والله بيقول لي انت مديك القوانين دي وعايز احدد بيها الاي. هحدد الاي ازاي؟ والله انا هبص للجيفنز اللي عندي. انا مش عندي ابرز قانون اللي هو مين؟ الجاما توتال. تمام. هقول والله مين قانون الجاما توتال؟ بميتها. انا التوتال دي مويست، مويست معنى كلمه مويست اللي جت هنا دي معناها ان هي مبلوله فيها ميه، يعني الاس ار ما بين زيرو وما بين ما بين واحد. تمام. يبقى هستخدم انهي قانون للجاما توتال؟ هستخدم القانون ده، ده، لان هي لا الاس ار بزيرو ولا الاس ار بواحد، لان هي لو بزيرو كان جه قال لي هنا، قال لي هنا الدراي يونت ويت، لو هي ساتوريتد كان جه قال لي هنا ايه؟ ساتوريتد يونت ويت. فبالتالي هو بيقول لي مويست، يعني بين البنين، يبقى انا استخدم انهي قانون؟ القانون ده. تمام. يبقى هاجي اقول والله ان الجاما بتساوي جي اس زائد اي في اس ار على واحد زائد اي في كام؟ في كام؟ في جاما ووتر. طيب هاجي والله اقول ان الجاما توتال دي هي جيفن عندي ب 19.2، صح؟ بالكيلو نيوتن على المتر مكعب. تمام. هاجي اجرب احط المعطيات بتاعتي. تمام. هو عايز الاي. تمام. طيب انا هعرف اجيب الاي من القانون ده؟ لا. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي الجي اس دي جيفن اهي، عندي، عندي الاس ار مش عندي، يبقى انا مش هعرف استخدم القانون ده. يبقى انا هعمل ايه ساعتها عشان اعرف استخدمه؟ والله انا كان في قانون قلت لك، قانون هو حل لغز ثلاث ارباع المسائل، اللي هو ايه؟ الاي في اس ار بتساوي الووتر كونتنت في جي اس. تمام. طيب مش ينفع اشيل الاي في الاس ار واحط مكانها ووتر كونتنت في جي اس؟ ينفع. يبقى القانون صورته هتساوي 19.2 بتساوي جي اس زائد ووتر كونتنت في جي اس على واحد زائد اي في جاما ووتر. صح ولا غلط؟ شلت الاي في الاس ار وحطيت مكانها الووتر كونتنت في جي اس. ساعتها القانون ده اعرف اعوض فيه عشان اجيب الاي؟ اه اعرف. ليه؟ لان الجي اس هشيلها واحط مكانها 2.69، الووتر كونتنت هينفع اشيلها واحط مكانها 0.098، الجي اس دي هشيلها واحط مكانها 2.69، والجاما ووتر هشيلها واحط مكانها 9.81 كيلو نيوتن بير متر كيوب. ساعتها يبقى انا عندي امنون واحد اللي هو الاي جبته. تمام. دي كده ايه المطلوب الاولاني. بيطلبني دلوقتي يا جماعه، عشان بس في ناس كتير بتتلخبط، دلوقتي السويل في الطبيعه هو مديهاني مويست. تمام. يبقى في الطبيعه هي مبلوله،
بيقول لي انا عايز احسب الجاما دراج، يعني الجاما بتاعت نفس السويل في الطبيعه، عايز اتنبأ بالجاما الدراي بتاعتها بكام، اللي هي عندي مبلوله دي لو جفت، لو نشفنا منها الميه وهي موجوده في الطبيعه هتبقى بكام. سليم يا جماعه؟ فبيطلب مني بيقول لي احسب لي الجاما دراي. تمام. والله الجاما دراي بتساوي يا جماعه اللي احنا بنعمله ده شبه مساله، مش شبه مساله، شبه تجربه هتعملها ان شاء الله في كورس السويل بالظبط. عندي في الطبيعه عرفت اجيب الكثافه اللي في الحقل في الطبيعه في الفيلد، وعايز استيميت الجاما دراي بتاعتها بكام. فساعتها هستخدم القانون ده، هقول والله الجاما دراي دي بتساوي الجاما توتال على واحد زائد الووتر كونتنت. والله الجاما توتال عندي اللي هي 19.2 على واحد زائد 0.098، هعرف استيميت الجاما دراي. تمام. جه في مطلوب سي بيقول لي احسب لي الديجري اوف ساتوريشن اللي هو الاس ار. طب انا هحسبه ازاي؟ الاس ار دي بتاعت مين؟ الديجري اوف ساتوريشن دي بتاعت مين؟ هي درجه تشبع التربه اللي مدهاني اللي هي مبلوله في الحقل. تمام. اللي هي الووتر كونتنت بتاعتها ب 9.81، عايزني احسب درجه التشبع بتاعت دي. تمام. هحسبها ازاي؟ هحسبها بمنتهى البساطه. والله انا لسه حاسب من شويه مين؟ لسه حاسب من شويه الاي. تمام. وانا عارف ووتر كونتنت اصلا وجي اس، يبقى ساعتها هقول الاي في الاس ار بتساوي ووتر كونتنت في جي اس. الاي عندي، الووتر كونتنت عندي، جي اس عندي، اعرف اجيب الاس ار. واضح يا جماعه الكلام ده؟ سهل؟ ماشي. تمام هندسه. تمام. السؤال ده حلو جدا وفي تبكير، السؤال رقم 6 ده، فركزوا معايا. بيقول لك ايه بقى في نفس المساله رقم 5 دي؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي حدد وزن الميه اللي انا محتاج احطه للمتر مكعب من السويل عشان يوصل لديجري اوف ساتوريشن كام؟ 90%. ومره لو عايز اوصل الديجري اوف ساتوريشن 100%. طيب والله يا جماعه السؤال ده مهم جدا وعايز تفكير. هنيجي نقول ايه؟ السؤال رقم 6. تمام. هو عايز يوصل لديجري اوف ساتوريشن بكام؟ الاس ار ب 0.9. تمام. وعايز يعرف كميه وزن الميه اللي المفروض احطها عشان اوصل للاس ار ب 0.9 دي. طب مش عشان اعرف وزن الميه اللي انا المفروض احطها عشان اوصل للاس ار ب 0.9 دي لازم اكون عارف اصلا وزن الميه اللي كان موجود في العينه دي، صح؟ يبقى انا الاول عشان اعرف اجيب هحط ميه قد ايه على العينه اللي عندي لازم اكون عارف هي فيها ميه قد ايه، فبالتالي هروح احسب هي فيها ميه قد ايه. هحسب ازاي؟ هقول والله انا لسه حاسب من شويه الجاما دراج، ولسه تاني كده من شويه الجاما توتال. ايه تاني كده بس الفكره تاني؟ معلش. طيب دلوقتي هو طالب مني بيقول لي احسب لي وزن الميه اللي المفروض احطه للمتر مكعب من السويل عشان اوصل لديجري اوف ساتوريشن 90%. مش انا عايز لو انا عايز اعرف كميه الميه، وزن الميه المفروض احطها